اشتغل شهر شهرين ثلاثة وآخر مرة تعبت ثلاثة شهور ونص وبعدين خمس إناث تنكت اللي بعده لا يتمسكرون حبيبي حبي حالي بس انتي غير أنا عمتي ليش؟ انتي غير انتي كل اللي حبيتيه وحبوكي هيك دللوكي ورفعوكي عكفوف الراحة هيك أبدا ما نطروكي وخانوكي وظلموكي وهانوكي ما عملوا معك مثل ما عمل فيني رياض عمتي انتي أكثر وحدة بتعرف رياض شو عمل ما في داعي احكي ليش ليش بوكوا ليش؟ لأنه أنا كنت حب حالي أنا كنت قول يا اللي تحبي حالك هيك من جوا من العمق وبشدة لأنه هذا الإحساس بيوصل للطرف الآخر عن طريق قانون الاستبلاك وبيقوم جرسه بالطرف الآخر وبصير بحبك وهيك فعلا صار رسالة أنا بالنسبة لي كتير واضحة إنه قديش نحن بيلزمنا حب بهاي الفترة بالتحديد لأنه كتير عم نمر بأزمة كآبة عم نمر بأزمات حزن الأزمات المعيشية نحن كتير قصدنا أنه نعمل عمل لايت كوميدي خفيف وراقي بنفس الوقت لكاتب كبير هو تشيخوف بس مشان أنه نبتعد شوي أو نبتعد شوي عن كل ما يحصل من أسى في الحياة نحن كاتبين دب رؤية سورية حاولنا نسقط شيء يكون بيشبه واقعنا أنا أخذ دور العمة اللي هي حدا بزنس وومن يعني عندها سلسلة أزياء ليليت وبتحب الحياة طاقة إيجابية دائما طالعة وجاية ورايحة ومثقفة عندها لغة فرنسية بتعرف عدة لغات ودايرة بلاد وبنت أخوها يلي هي تمارا ترملت وما عم تطلع من الحزن تبعها فعمتها مهمتها وهي عمتها هي مربيتها مهمتها أنه تخليها ترجع تحب الحياة ترجع تطلع ترجع تفوت أنا اشتغلت مع الأستاذ مأمون بأول فرصة عمل مسرحي لألي اشتغلنا مسرحية الدب لأنطوان تشيخوف الشخصية هي حدا ريفي حدا صادق جدا حدا يعني كل ما عنده شيء مخبى من جوا هو بضل عم يحكي كل دواخله الحقيقية ففرحنا بالشخصية لجوانب انه الحياة قديش ممكن تغير هي الشخصية الريفية الهدف كله انه الحب اخر شيء انتصر على كل شيء يعني ان كان مصاري ان كان موت ان كان كل شيء دائما الحب اللي هو القوي اذا ما كان في حب يعني ما بحس انه الحياة بتستمر ولا شيء خلص روح سمير الراعي طلع من بيتي حبيت 12 وحده وتركتهم عم قلك طلع ساعدني حطوني تركوني